بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. مقولة وحشة محدش يقولها ولا حد يعمل بيها. يا بخت ايه؟ ايه البخت؟ ايه البخت في واحد مظلوم ومقهور ومكسور ونايب تعبان وقلبه مكسور وبيدعي على اللي ظلمه ومش قادر؟ ليه؟ ليه؟ سرق كل شقاها وتعبها، عاوز يعمل معاها علاقة بالحرام. تقريبا كده الإعلامية دعاء فاروق في الفترة الأخيرة بتعيش في حالة من التوتر والقلق، أولهم بسبب جوزها وآخرهم بسبب خادمتها. وهنا الإعلامية دعاء فاروق لأول مرة بتخرج عن صمتها بسبب خادمتها اللي بتشتغل معاها بقالها 13 سنة، لما كتبت على صفحتها الشخصية فيسبوك وقالت: لحد امتى الستات هتفضل تتهان وتتمرمط ومحدش يعرف يجيب لها حقها؟ رباب الست المحترمة اللي بتشتغل عندي بقالها 13 سنة، ربط لي عيالي وصانت اكل عيشها معايا وحافظت على بيتي بمنتهى الامانة، اشهد لها بالنظافة والامانة والادب والاخلاص والاخلاق، شقيانة طول عمرها عشان تربي بناتها وابنها احسن تربية، ومتجوزة بلطجي شمام بيضرب حشيش بفلوس شقاها وشغلها عندي. انا هنزل حالا اعمل في بلاغ لانه بيهددها بانه يرمي في وشها مية نار الضلالي اللي سرق عفشها كله ونقله على بيت امه. مضطر اقول ان انا اللي جايبه العفش ده كله وسرق جهاز بنتها العروسة اللي غصب عني. مضطر اقول ان انا اللي بجهزها من عندي من المعارض. سرق كل ده وطردهم من شقتهم اللي انا اسفة. مضطر اقول ان بدفع لها اجارها وتأمينها، وبيهدد الست صاحبة البيت انه عايز التأمين والا يفك موتور المية وهياخده بلطجة كده. الست بتجيلي يومياتي جسمها ازرق من كتر الضرب اللي في جسمها عشان عاوز يعمل معاها علاقة في الحرام من الدبر، وبيكتم بقها وبيعذبها حرفيا وبياخد فلوسها وبيشرب بيها حشيش وبيضربها. وياما قلت لها اتطلقي وامشي، طلقي وسيبي له كل حاجة وامشي، تقول لي انا خايفة ياخد مني عيالي. دلوقتي رباب في غيبوبة سكر وعيالها كلموني بيستنجدوا بيا، منهارين على امهم الشقيانة ومش طايقين ابوهم اللي راح يسحب ورق الولد من المدرسة، مش عاوزه يتعلم وبيهددهم انه هيحرق قلبهم على امهم. وطبعا التعليقات كانت كثيرة جدا وكلها على قد ايه عندك شهامة وبنت اصول، انت بألف راجل، يا رب ما تسيبهاش وتقفي وتاخدي حقها. والدعاء كان ما بين ربنا يكرمك يا استاذة دعاء ويقدرك على فعل الخير ويخليلك ولادك وجوزك. لكن التعليق اللي اثار الجدل لما كتبت سحر ابو زيد: استاذة دعاء، مع احترامي لسيادتك اعتقد ان وضعك واتصالك تقدري تساعديها من غير البوست، لان البوست ده كشف كل اسرارها بيتها حتى علاقتها الحميمة بزوجها وجهاز بنتها منين وفرش بيتها منين، واكيد الكل حواليكي عارفينها بحكم انك قلتي انها بقالها 13 سنة. رجاء حاولي تحل الموضوع بعيدا عن السوشيال ميديا حفاظا على ادميتها وادمية اولادها. فكرتيش ايه وضع بناتها لما خطيبها واهله يقروا الكلام ده؟ ردت عليها الاعلامية دعاء فاروق وقالت لها: للأسف الراجل كلم اهل خطيب بنتها وخاض في عرض مراته وبنته، هم منهارين وانا برد لهم اعتبارهم لانه بيقول كلام قذر على بنته ومراته العفيفة المحترمة وفضحهم في منطقتهم. ما عنديش حل غير اني اشهد للست وبناتها انهم اشرف منه على الملأ. عاوزين نعرف رأيكم في التعليقات قد ايه الاعلامية دعاء فاروق جدعة وبميت راجل، وكمان نعمل شير علشان ننقذ الست الغلبانة المسكينة من جوزها البلطجي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان فيديوهاتنا توصل لكم بشكل مستمر الفترة الجاية.